الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. استخاره بالقران الكريم لمواليد برج الحوت. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله فضلا وليس امرا. ادعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناه فليشرفني اشتراككم في القناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق. بسم الله الكاشف. شوف الملح الروحاني بالسبحة شايلالك إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت إنسان صبور، يعني شافك أنت إنسان صبور ومتحمل غلطات الناس اللي حواليك، مع العلم إنك بتقدم عطيات كتيرة. ربنا بينصرك على أمور معقدة حواليك، وكأني شايفك هنا يعني بتحاول الفترة دي تبعد عن غلطات ممكن تقع فيه. في شخص هنا بيقعد معاك وحديثه يعني مش بيدرحك، حديثه مش بيدرحك. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا يعني اللهم صل على سيدنا محمد. شايف برضو في افكارك، شايف في افكار عندك، في افكار شغل او افكار نجاح عمال تفكر. انت تعبت كتير ومريت بظروف كانت اقوى منك. في عندك خيارين بين يعني فرصتين، وهكون يعني متردد. شايف عندك تردد ايهما تختار، ولكن شايفك هتتنازل على اختيار وهتوافق على اختيار ثاني. هنا ما تحاولش الفترة اللي جايه تدي ثقتك الزايدة، يعني تدي ثقتك الزايدة عن اللزوم في اشخاص اللي حواليك، لانك عندك الخذلان موجود، عندك الخذلان موجود. عندك هنا تغير في وظيفة الفترة اللي جايه، وده نتيجة يعني زيادة المسؤوليات. عندك علاقتك مع الحبيب محتاجة وقت تفكير حتى تقيم علاقتك، شايفك حتى تقيم علاقتك بيه. شايفك هنا هنا بيدعوك للسلام النفسي والسلام الداخلي، وحاول تحرر نفسك من الأشخاص السلبية اللي عليك خلال الفترة دي. شايف هنا يعني عندك شخص هيكون الشخص ده، شايف الشخص ده عندك هيكون يعني ما اللهم صل على سيدنا محمد معاك في يعني في ما بينك وما بينه معاك هيكون مخلص ليك. شايف هنا عندك مشكلة بتكبر او بتكبر، شايفها بتكبر ما بينك وما بين شخص. نفسيتك الفترة دي هتكون مش مظبوطة او مش مظبوط. عندك خروج من أزمات حواليك، عندك خروج من أزمات حواليك. عندك مشكلتين مع شخصين مختلفين، وفي عندك هنا عودة لشخص من الماضي. شايف هنا حد بيعرض عليك علاقة غير شرعية، بس ممكن بذكائك تخليها شرعية. في إنسانة هنا حكومية أو إنسانة يعني شايفها هنا، شايفها وشايف الحكومة. السنة دي يعني حصل ما بينكم مشاكل او مشتكيات او حاجة زي كده. شايف هنا في شخص هيسرق منك، يعني بيسرق منك لقمة عيشك او رزقك او رزق يعني داخل لك من بعد تعب. وفي عندك هنا نقلة قريبة، عندك سفر جاي لك، وعندك هنا قاعد اراك يعني عندك قاعد مع شخص مهم، هتكون في صلح او في صالح، أو يعني هيكون في حدا ليك انت، في حدا ليك انت. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد. التقلبات المادية يعني تعب نفسيتك، وانا شايف لك هنا ها عقلك شغال تفكير في كل حاجة، في كل شيء حواليك. عقلك شغال تفكير في كل شيء حواليك. في اشخاص حواليك يعني بتحرف عليك كلام او بتقول عليك كلام، ولكنها بتزود عليك كلام. إيه بس احذر منهم، احذر منهم. محتاجك هنا ترتاح نفسيا وجسديا الفترة دي.
لا ريح نفسك. شايفك هنا في ناس هنا يعني بتحاول تظهر بصورة كويسة، الناس دي بتحاول تظهر بصورة كويسة لكن هي خبيثة، هي خبيثة. شايف هنا بقول ليك علاقتك مع الحبيب الفترة دي على قد ما هتكون مستقرة على قد ما هتكون صامتة. احذر الفترة دي من مشكلة عائلية هتتحط فيها، هيدي لك رسالة من شخص هيكون يعني فيها عتاب ليك ولوم، وعندك شخص كل ما حاول تظهر يعني نقطة ضعفك قدامه بيحاول يتعبك أكتر الفترة دي. هتفكر أنا شايفك هنا في يعني في رياضة كتيرة تخص في شغلك، هيكون يعني هنا في حدنا في شغلك هيكون مركز معاك بطريقة هتضايقك وهتتعبك. وعندك هنا بعد فترة التغير من عمل لعمل اختار شايف اتنين، شايف اتنين اوقات او اتنين اوقات او شغلانتين دايل لك هذا زي كده. ربنا بينصرك على شخصين، حديثهم معاك يعني بيزعلك، وفي عندك مبلغ بيجي لك بتحافظ عليه علشان بتستخدمه في مصلحة. في شخص علاقتك بيه منقطعة او فراق بينكم وبينه، شخص عزيز على قلبك، ممكن حبيب او شخص او صديق او شخص عزيز على قلبك، هيكون في صلح. شايف هنا شايف علاقتك يعني بتصلح خلال الفترة اللي جاية، علاقتك بتصلح خلال الفترة الجاية. بس هنا دايما علاقتك شايفك بحد هنا علاقتك بيه هتكون غير مستقرة في حياتك، في حد هيتعبك الفترة دي او حد تعبك. احذر الفترة دي من الناس اللي حواليك، في ناس يعني بتتمنى تأذيك، ناس بتتمنى لك الشر، الناس دي في ناس كتيرة مش حبالك الخير، مش حبالك الخير. خلي بالك الهم والحزن اللي جواه قلبك ده يعني مش بتعبر به لحد، وكأن جواك هموم كتيرة. شايف هنا يعني هموم كتيرة جواك محتاج يعني حد يزيح عنك، حد يزيح عنك كل الهموم فيها. يعني هنا اشخاص او شخص انت بتقف معاهم في ازماتهم وهم دايما مكرين او مكرين الحاجات دي اللي انت بتعملها معاهم. شخص هيذيلك لحد عندك عشان يعتذر منك بسبب غلطات كتيرة صدرت منه، ولما هنا قعد بينه وبين نفسه غلط نفسه على غلط، شاف الغلط وعرف وغلط نفسه كمان. في أشخاص كتيرة يعني هنا أنت هتقبل منهم الاعتذار أم هترفض. في إنسان هنا أفعالها مش كويسة، حمقاء معاك، وكأن أفعالها ازدادت يوم بعد يوم، هتبعد عنها وهترفض معاها أي حديث مرة ثانية. اطلب من رب العالمين الحاجة اللي انت عايزها، لان رب العالمين الوحيد اللي هيحقق امنياتك. وحاول ان تعزز علاقاتك مع الاشخاص الفترة اللي جاية، عندك مكانة حلوة هتوصل ليه في اي شيء، وعندك هنا نقل هتفكر فيه عن قريب كمان. يعني هنا في بس عندك في مشكلة عندك في عتبة البيت، في مشكلة عندك في عتبة البيت، وكأن المشكلة دي يعني بتكبرها عشان تعزل بتعزل. شايف هنا هتسمع على حد وكأن شايفك هتدخل في تعب صحي، هيدفع يعني هتدفع فلوس فيه على الدكتور. في شخص انت اللي مكانه يعني اللي مكانه في مكانة جوا قلبك، الشخص ده في مكانه جوا قلبك، حاول يعني تنزل مكانته من قلبك، لأن هيجي الوقت اللي هتكتشف وهتكشف ليه إنه يعني هذا تكشف ليه إنه يعني مش بينفعك ولا هتنفع، لا ينفعك ولا هتنفعه. احذر من تعابين، احذر من تعابين حواليك، حواليك احذر منهم. الأولى وحدة ست
بتحاول توجعك في غلطات، والتاني راجل وعايز يستغلك في شخص زيك من مكان بعيد، بس بياخد معاه خير منك وهو ماشي. شاف هنا شخص بتقعد معاه بتنبسط بمعرفته جدا، في ورقة حكومية بتخلصها على خير، بتمسك يعني مبلغ مالي بتفرح بيه. شاف تمسك مبلغ مالي بتفرح بيه، فضلا وليس أمرا أحبابي في الله ادعموا الفيديو باللايك، فضلا وليس أمرا. شاف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني أنا شافك هنا في أشخاص بتحاول تهد طموحك وتفشلك في حياتك، ودي يعني ناتجة من الغيرة اللي يعني ناتجة من الغيرة اللي حواليك. حاول يعني هنا ترتب أمورك بشكل صح، وحاول كمان يعني هنا تغير من بعض تفكيرك اللي انت مستمر عليه من فترة طويلة. عندك شخص هيكسر بخاطرك بسبب كلامه المزعج، عندك شخص من عتبة العيلة هيكون مزعج ليك خلال الفترة القادمة. بقول لك انت تعبت كتير ومريت بظروف كانت يعني تعب وضغط بنسبة يعني كبيرة. ليك شخص انت هنا انت سمحته كتير من مرة ومرة، سمحته كتير وبتسامحه الشخص ده. شافك انت يعني سمحته كتير او بتسامح الشخص ده، اللهم صل على سيدنا. عندك في ان شاء الله في بركة في الرزق، بركة في الرزق، وتخص يعني انا شايف عندك ربح زيادة في الرزق من العمل او زيادة راتب، او هيعلى شأنك في العمل في الوظيفة او ديالك وظيفة. في قرار صح بتاخذه يخص عملك كمان، هو اللي هيعلي من شأنك شوية. عندك هنا يعني شخص كسر قلبك، جرحك، زعلك، مزعلك يعني الشخص ده أذاك بكلام أو جرحك بكلام، وأنا شايف في زعل أو من أنت زعلان منه. بس خلي بالك من الست، الست دي بتدور على كل شيء يحرق دمك، بس عاملة لك طاقة سحر بالوقف الحال والعراقيل كتيرة، حتى العراقيل كتيرة واقفة في حياتك، ووقف وضغط وتعب بسبب السحر. في سفر أو أنت بتتمنى تسافر، أنت بتفكر تفك السحر اللي عندك بأي طريقة، عايز تفك السحر اللي عندك بأي طريقة. بس برضه شايف لسه البحر لسه حزين، يعني لسه حزين وكاتم دموع. كل أحلامك ستتحقق، ستتحقق قريبا. ربنا هيعوضك خير وسعادة ما كنتش تتوقعها، ربنا هيعوضك كل الخير والسعادة. محمد شايف هنا يعني شايف هنا هتكون يعني بسبب المشاكل دي، هتكون بسبب الكلام وسبب الجيل والقال والحكا والكلام ده. عندك القدرة انك تتحمل المسؤوليات، بس مش هيكون عندك القدرة انك تتحمل خبث الاشخاص معاك. شايف هنا يعني بيجي لك حاجة هدية، ويجي لك حدا هدية في تليفون، ومن بعدها بعد ما تسمع خبر بالتليفون ده من بعدها بتسمع رزق حلو. عندك هنا ضغط نفسي وعصبي الفترة دي، حتى أنا شايفك هنا بتعاني بقلة النوم خلال الفترة اللي جاية. عندك مشكلة حكومية، أوراق حكومية، أو حد مسدود، أو عندك قضية أو حاجة تخص الحكومة، في أوراق أو مشكلة أو حاجة تخص الحكومة بتخلص على خير، بتخلص معاك على خير بإذن الله وسلام. في عندك هنا ضيق، أو عندك ضيق خانقك تعبك راح ينزاح بإذن الله تعالى. في ضيف ديلك، ضيف ديلك من مكان بعيد، وكأنه يعني بيحمل الخير وهو جاي. حاول هنا تستغنى عن الأشخاص اللي بتحطك في أمور مش هتفيدك. في عندك واحدة ست، الست دي مش كويس، احذر منها، احذر منها، رب العالمين هيقف معاك ومش هيخذلك أبدا أبدا. دايما هنا بقول لك إن حواليك أشخاص منتظرين منك الغلطة عشان يشمتوا فيك.
عندك استغلال عاطفي، فيا ريت ما تفتحش قلبك لأي شخص إلا يستحقه هيكون في حياتك. شايف هنا حد عايز يأذيك وعايز يجيب لك المتاعب وعايز يجيب لك التعب، عندك مبلغ مالي كويس دايلك، شايفك هنا شخص سبب يعني حماقته وتصرفاته معاك هو السبب ده مش كويس. الشخص ده عندك هنا شخص هيفتش في حاجات او هيفتش لك في حاجات وانت غايب، شايفك هنا بتكشف شخص بيكذب عليك عشان يستفيد منك، وكأنه شايفك هنا رامي حمولك على رب العالمين، بتتنصف قدام شخصيا وفي عندك موضوع بتمشي فيه بيفشل معاك، لكن انك ملت فيه نجاح كبير ليك، فيه نجاح عندك كبير. انت هنا محتاج تعطي نفسك وقت من الراحة والاسترخاء، عقلك الفترة دي زايد في التفكير، امور وحواديت ما كنتش متوقع تسمعها الفترة اللي جاية، بقدر مستعد دي نفسك، رب العالمين هينصرك في يعني كتير امور حواليك انت فاقد فيها الامل، بس يعني الامل عند ربنا موجود. بص هنا عندك صراع داخلي، شايف عندك صراع هنا داخلي ما بين تنسحب من شخص بيوقعك في فتنة وما بين انك مستني الوقت عشان تعرف تاخذ حقك. الموضوع المادي عندك هنا اللي جاي رايح قد ما بتجري على لقمة عيشك، قد ما انا شايف ان عندك مسؤوليات كبيرة وكترتها زادت عليك، وهنا لما بنحتاج الحاجة بتطلب يعني ما بتلاقيهاش، ولكن هنا يعني مش يعني هيكون في مقابلة في شايف فيها، فهيكون في هنا مقابلة عاطفية بتتحدد فيها مسيرة أو أمور معلقة بينك وما بين شخص، هتسمع من شخص كلام بيزعلك لجرد كبيرة، وفي عتبة البيت هنا هتقابل النميمة والفتنة، اتنين اوقات هنا يعني اوقات بيحصل بينك يعني ما بينك وما بينه شخصيا مشكلة، بس ربنا بيقف معاك. في شخص يعني من طبعه الكذب وكلامه معاك لا يقدم ولا هيأخر، انت هنا تعبان كتير وقلبك واجعك، ولكن الفترة اللي جاية السعادة مستنياك، مناسبة حلوة بتحضرها، وعندك هنا شخص يعني الشخص ده بيستشفى من تعب صحي، محتاج هنا هيكون عندك الصبر على كتير أمور. شايف عندك اللهم صل على سيدنا محمد يعني كتير أحداث بتحصل معاك حتى تتجاوز المرحلة دي، شايف بدون قلق وإرهاق الحبيب هيكون معاك، في يعني شايف هنا في وضع توتر ومتطالبات هتكون كتيرة الفترة دي، في إنسان رقبتها طويلة هتدخل بينك وما بين الشخص في كلام وهتصير الجدل بينكم، يعني شايف هنا متوزع عليك شخص انه بيتجسس عليك في كل امورك، عندك تعب صدر ومعدة وترهاق وخنقة وضيق، واكتر حدا المشاكل اللي بدون سبب، عندك النفور تعبك، عندك وقف حال هاي من السحر اللي عندك السحر تعبك قوي معركل لك حدات كتير، شايف عندك فرصة شغل بتجيلك بتفرح فيه، عندك سفر داخل البلاد، عندك محكمة ربنا هينصفك فيه، شافك هنا تقعد مع شخص مهم بس بعد عن السلف، تسلف فلوس او تسلف فلوس، الخير جاي لك ولو فين مطروح الخير جاي لك بإذن الله تعالى. شافك هنا عندك تبرير لأشخاص في الكلام، وانا بقول لك هنا يعني ما تبررش الأشخاص لا وجودك يعني في حياتهم منفعة، ولا وجودك في حياتك يعني منفع، ولا وجودهم في حياتك منفع برضه. بقول لك عندك هنا شخص
يعني الشخص ده بيخنقك من طريقة حديثه معاك. الفترة دي شايف ان انت يعني هتعاني بحالة عاطفية غير مستقرة، في يعني شايف هنا ظروفك المادية فيها تقلبات، ولكن الفترة اللي جاية الوضع المادي هنا معاك هيتحسن. شايف هنا اشخاص هنا هتاخد او هتاخد منك موقف بسبب الغيرة، واحذر الفترة دي من الخلافات العائلية. في اشخاص حاسدينك لدرجة كبيرة، وانا شايف عندك هنا النصر من رب العالمين، عندك النصر من رب العالمين. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. فضلا وليس امرا احبابنا في الله، دعموا الفيديو واللايك اخواتنا في الله، فضلا وليس امرا. بسم الله الكاشف. في اشخاص حاسدينك، الاشخاص ده حاسدينك لدرجة كبيرة، الاشخاص ده حاسدينك لدرجة كبيرة، وانا شايف عندك هنا نصرة، نصرة في شخص او في ناس او في اشخاص ظلموك في الكلام وهيقولوا عليك. عندك هنا شخص مهم كان ليه معزة جوه قلبك، لان هنا شايفك انك متردد تاخذ خطوة اتجاهه، مكالمة تليفون او رسالة هتديلك، بس هنا هتبص فيها ومش يعني مش هترد عليه. في عندك وحدة ست تصرفاتها معاك هتكون مش عاجباك، وفي نفس ذات الوقت مش هتكون قادر تتكلم او تعبر. في فرصة السفر ديالك، فرصة السفر ديالك، واحذر من التجسس عليك من اشخاص حواليك. اشخاص حواليك هدفهم منك انهم يوقعوك او يخرجوك عن شعورك او يتعبوك. عندك هنا شعورك تعبان، بس رب العالمين هيقف معاك، وفي موضوع يعني شايف موضوع خصام او مشكلة مع حد. انت معطي كتير، يعني واقف عطائك للزايد للناس عن اللزوم. عندك موضوع محكمة او قضية مش هي يعني مش مرتاح. في عندك شخص انت يعني هتقدر تخرصه برضه، هتخرصه توقف عند حده بردك عليه. الرزق دايلك قريب، الرزق دايلك قريب وهتنبسط بيه جدا. في بلوك بينك وبين شخص هيحصل يعني هينفك. في عندك هنا زيارة لدكتور، حتى انا شايف هنا يعني بتروح عند دكتور او بتتابع عند دكتور، متابع عند دكتور. في شخص بيجي لك منه خير وبيفرح قلبك، بيفرح قلبك. احذر من المحتالين والمنافقين، وحاول تتجنب الاشخاص اللي بتغير منك، حاول تتجنب الناس دي اللي بتغير منك، اللي بتتمنى لك الشر، اللي تيجي قدامك تعمل نفسها ان هي بتحبك وبتتمنى لك الخير. حاول تبعد عن الناس دي. في امراه، المراه دي بتكرهك وانت مخدوع، هتنصدم لما تعرفها. احذر المكيدة عشان ما تقعش فيه. في شيء هنا هيحصل لك هيغير حاجات كتيرة في حياتك، استعد، استعد للفرحة. انت مش مضغوط عاطفي او تعبان او حصل مشاكل كتيرة بسبب السحر. البعض منكم ترسيم علاقة وشاف قرار زواج، في قرار زواج. وللمنفصلين هنا يعني اللي انفصلوا بسبب السحر، الشريك يعني اسابق بيعيش اقصى حالات الندم على فراقك. شايف بداية جديدة وأمل عاطفي جديد في مواقف يعني هتكون كويسة. شايف للبعض هنا مبلغ مالي بعد أيام، للبعض هنا تريد الارتباط ولكن في عراقيل من أهله، من أهل الشريك. في شخص هنا يفكر فيك طويلا ويتأمل صورك وأنت تشعر بأنك مراقب أو شيء من هذا القبيل. صدق شعورك لهذا الشخص. شافك تفكر في شراء شيء جديد، شراء منزل، شراء سيارة، شراء مسكن، شراء بيت، بتفكر في شراء حاجة جديدة. إن شاء الله تتم على خير بإذن الله تعالى. كثر تفكيرك لا تدعك تنام بسلام، اترك الأمور بيد الله وستنحل أمورك. خروجك يعني من فترة طويلة صعبة، شايف حب جديد يطرق قلبك. البعض هنا كلام كتير بيتقال عليك وانت عارف الشخص ده، بس انت يعني مش هنا، مش في دماغك، مش في خطه في دماغك. في صلح مع وعتاب ما بين زوجين، ما بين زوجين في صلح وعتاب،
بعد عتاب في صلح ما بينكم إن شاء الله. بسم الله كاش. شايف هنا عندك خروج شيء من بيتك، خروج السحر بإذن الله راح تخرجه إن شاء الله. العتبة الجديدة فيها الراحة ليك، فيها السعادة، العتبة الجديدة في مبلغ كبير وفكر عندك شديد. بس أنا شايف هنا حبيب محتار وغيران ليك، حد مشتاق ليك وعايز يوصل لك. أنت على موعد مع ضحكة من القلب، في فرحة في قلب بيتك، خطوبة ليك أو فرحة بنجاح لأطفال، في بشرة نجاح في قلب بيتك أو بمولود جديد بإذن الله تعالى، وطريق السفر مفتوح قدامك. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. بنشوف رسالتك بتقول لك ايه، ان شاء الله الرساله هتكون من ضمن احبابنا اللي دعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاش. يعوضك الله بما يليق بقلبك، هيعوضك ربنا بما يليق بقلبك. امين يا رب العالمين. اتمنى من احبابنا في الله يكونوا دعموا الفيديو باللايك ويكونوا نزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعه او من قرين او اي شيء، دخل القناه جميع العلاجات باذن الله تعالى، والرقم امامكم اللي حابب يتواصل معنا واتس يتواصل معنا يشرفنا في العلاجات. ان شاء الله نكون في حسن ظنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا كل يوم في جديد للابرار باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.